مرحبا بكم يا أصدقائي، لقد اشتقت إليكم. هل تتذكرون حكاية المرة السابقة؟ نعم، لقد نزلت الفواكه من السماء، واليوم أنا أتطلع بشدة لما ستحكيه الشجرة لنا. هل تتطلعون لهذا أيضا؟ إذن ما رأيكم في أن ننطلق معا في رحلة قصتنا؟ انقضى الصيف وجاء الخريف. في الخريف تنمو شجرة القيقب ذات أوراق ألوانها زاهية وتهب الرياح الباردة. وقلت للفراشة: أتمنى أن تناموا بين الأوراق الملونة والدافئة. وأجابت الفراشة: أوه، بين تلك الأوراق قد يكون مريحا جدا ولينا جدا. هذه المرة سنرسم شجرة الخريف. وأيضا سنحاول رسم الجذور. ونرسم جذع الشجرة بشكل مدبب. حاولوا أن ترسموا بحرية. وسنرسم شجرة القيقب. وسنقوم هذه المرة برسم الأرض باللون البنفسجي، وأيضا باللون البرتقالي. وسنقوم برسم موجات الشجر كثيراً هذه المرة. هل تشعرون بأنها خشنة؟ وبعدها نرسم سحابة. بعدها نقوم بإعداد الألوان المائية. أولاً نلون الأرضية.
وبعدها نقوم بتلوين أوراق شجرة القيقب. يمكن أن نلون وكأننا نرسم. من الممكن أن نقوم بالتنقيط هكذا. وستكون جميلة جداً حتى إذا نشرنا الموجات المائية هكذا. ثم نغسل الفرشاة ونلون السماء. ما رأيكم أن نخلط لوناً بنفسجياً في السماء قليلاً؟ وهل نخلط أيضاً قليلاً من اللون البرتقالي؟ يمكنكم أيضاً التلوين باللون الذي يعجبكم. نعم يا أصدقائي، هكذا اكتملت. هل رسمتموها جيداً؟ انتهى الصيف وجاء الخريف. جميلة جداً الأوراق الزاهية لشجرة القيقب في فصل الخريف. هيا أنتم أيضاً حاولوا رسم القيقب بينما تتخيلونها. ففي الرسم لا يوجد شيء خاطئ. رسوماتكم كلها قيمة وجميلة. نعم، وهيا نتقابل المرة القادمة أيضاً. إلى اللقاء.